أسسها ملياردير سويدي كان عضواً في مجموعة فاشية، ولأسباب أهمها التهرب الضريبي وتعقيد شبكة الشركات يتم إدارتها عبر شبكة معقدة مقر أهمها في هولندا ولوكسمبورغ وليس في السويد. لكنها شركة هائلة لدرجة أنها تملك 460 متجراً حول العالم. إنها شركة إيكيا الشهيرة للمفروشات الجاهزة التي اعتمدت شهرتها على الأثاث البسيط الرخيص القابل للتركيب. إيكيا هي شركة هائلة متعددة الجنسيات ذات أصل سويدي، أسسها الملياردير السويدي نيكفار كامراد عام 1943 وسماها بالأحرف الأولى من اسمه واسم مزرعته والقرية القريبة منها، وهي الفترة التي انكشف فيما بعد انضمامه فيها لمجموعة فاشية. لكن بعيدا عن مؤسسها الذي باع أعواد الثقاب بسن الخامسة، تمكنت إيكيا من أن تصبح أكبر شركة بيع أثاث في العالم، مما دفع صحيفة فوربس للأعمال لتسميتها إحدى العجائب العالمية. افتتح أول متجر إيكيا في إلمهولت في السويد عام 1958 كشركة مبيعات عبر البريد، وبعد 5 أعوام بدأت ببيع الأثاث. أول فرع لها خارج السويد في النرويج عام 1963، واليوم أكبر بلد تعمل به هو ألمانيا ب53 فرعاً، لكن أكبر متجر لها موجود في الفلبين بمساحة 65,000 متر مربع، بينما أصغر فروعها يقع في باليا الآسيوية بمساحة 1,200 متر مربع. من الحوادث الفريدة فشل إيكيا الصارخ في اليابان، فقد دخلت السوق اليابانية عام 74، ولكنها لم تبذل الجهود اللازمة لدراسة السوق واستنسخت بضائعها في أوروبا، لتضطر للانسحاب من السوق اليابانية عام 1986. لكن في 2006 تعلمت إيكيا الدرس وأولت اهتماما أكبر لزبائنها، وسعت إيكيا عملها أكثر من مرة لتشمل ألواح شمسية ومطاعم وغيرها. لكن ليس جميع جوانب عمل إيكيا شرعية، فتهربها من الضرائب جعل حتى البرلمان الأوروبي يناقش حالتها. من الحالات المثيرة للسخرية امتلاك شركة غير ربحية لإحدى شركات إيكيا الرئيسية، والتي يتم سحب الأرباح منها عبر دفعها إيجار الاسم لشركة إيكيا الرئيسية الأخرى، ثم تسجيلها في شركة أخرى مشبوهة الملكية في لوكسمبورغ. كما أن إيكيا هي المستهلك الأكبر للخشب في العالم، ولطالما أعلنت أنها لا تستخدم إلا الخشب المدور أو المزروع للقطع. لكن تبين التقارير أنها مشاركة في عدد هائل من عمليات تدمير الغابات القديمة المحمية. ما رأيكم في منتجات إيكيا وفي سمعتها؟ هل زرتم أحد متاجرها وتذوقتم طبق كرات اللحم هناك؟